السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. حابة اليوم أقدم لكم بيتزا على طريقتي، بس قبل ما نبدأ بالمقادير يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عنا هون نص كاسة زيت، نص كاسة حليب، كاسة ونص من الطحين، حبة بيضة، زيتون أسود، سجق، جبنة أشقوان. هون عنا حبة بصل مفرومة شرائح، 3 حبات طماطم مفرومة شرائح، عنا 3 حبات من الفلافل، عنا ملح، خميرة، معلقة دبس فلافلة، عنا معلقة سكر، معلقة شطة، ومعلقتين من الزبادي، عنا بهار أسود. يلا نبلش مع بعض. أول شي رح نحضر العجينة، نجهز العجينة. رح نضيف نص كاسة حليب دافية، رح نضيف الخميرة، معلقة خميرة، نخلطها مع بعض. طبعا هذا مقدار بيتزا واحدة بس. رح نضيف شوية ملح، شوية سكر، راح نضيف البيضة، والزبادي، راح نخلطهم مع بعض. هلا حنضيف الطحين، وشوية زيت، ورح نبلش نعجنهم مع بعض حتى يصير معنا عجينة. وهيك بنكون خلصنا العجن. هلا رح نغطيه بكيس ونخليه ساعة لحتى يرتاح. حتى ما العجينة ترتاح نحن هلا حنحضر الصوص تبعها. أول شي حنضيف الزيت، وبعدين حنضيف البصل، خليه لحتى تبل شوي. هلا البصل بلش يبل معنا، راح نضيف الفلافل، نحمرها شوي مع بعض. هلا حنضيف الطماطم، راح نضيف الملح، نقلبها مع بعض. بعد ما نضيف معنا الطماطم راح نضيف دبس الفلافل، الفلافل ناعمة وبهار أسود. راح نخلطها مع بعض. نخلي 5 دقايق على النار وبعدين نطفي تحته. معنا هتركه تبرد شوية وبعدين نبلش شغل فيه. العجينة ارتاحت معنا، جبنا الصينية وحطينا عليها ورق زبدة. إذا ما في عندكم ورق زبدة فيكم تستبدلوها، تدهن الصينية بالزيت، ما في مشكلة إذا مو متوفرة معكم يعني. لأن أحيانا نبلش بالشغل بيكون ما في شيء متوفر بالمطبخ يعني. فيكم تستبدلوها بالزبدة. هلا أنا ما حستعمل الشوبك، أنا حستعمل بإيدي، يعني بشتغل بإيدي. راح أخلط العجينة بهاي الطريقة. نكون خلصنا الفرد، راح نحط عليهم الصوص. هلا
قفلتهم. هلا كل واحد حسب رغبته، في ناس ما بتحبها هيك، في ناس بتحط لها بس مية بندورة أو هالشغلات، بس ما في مشكلة، أنا هاي طريقتي، ما بعرف حتعجبكم ولا لأ. أنا عملت العجينة بطبقة رقيقة، ما حبيت إنه تخنها كتير، حطيت عليها الصوص وخلصت. راح أحط عليها السجق، طبعا كمان سجق حسب الرغبة، في ناس بتحب تحط اللحمة، في ناس بتحط صدى دجاج، يعني كل واحد حسب ذوقه، بس أنا بفضل إنه سجق، بحسه إنه بتعطي الطعمة أطيب. هلا هيك نكون خلصنا. هلا هنحط عليها الزيتون، اللي ما بحب الزيتون فيه يستغني عنه. ما في مشكلة يعني، آخر شي هنرش عليه الجبنة. أنا طبعا جبت الجبنة جاهزة، في ناس بتجيبها بتبشرها في البيت، هاي جبنة خصوصا للبيتزا. بتعطي طعم حلو كتير للبيتزا، ما بستغني عنها صراحة، البيتزا بدون هاي الجبنة مو طيبة أبدا. هلا هون نكون خلصنا، هلا هنحطها بالفرن لمدة نص ساعة، وبعدين نرجع نشوف النتيجة. هيك بتكون استوت معانا، وهيك بتكون هلا خلصنا، هي النتيجة النهائية، هي النتيجة النهائية، وهذا قوامها. شايفين قديش عجينة تكون طرية، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وشكرا.